للاجابه معنا من كييف الخبير العسكري والاستراتيجي سيد ميخائيلو ساموس اهلا بك سيد ساموس معنا على سكاي نيوز عربيه سيد ساموس بالطبع حياك الله بالطبع نحن نتحدث عن مشهد معقد نريد هنا تحليلات عسكريه منطقيه خلال المعارك القادمه. هذا الهجوم المضاد الاوكراني استمعنا له كثيرا مولته الولايات المتحده والغرب بشكل كبير جدا لكنه عندما بدا بدا ضعيفا تم اصطياد كثير من الدبابات الغربيه لم يحقق انتصارات على الارض. ما الذي حدث؟ ما تقييمك لهذا الميدان؟ أولاً يجب أن نفهم أن المعلومات الروسية تعمل على نوع من البروباغندا من الهجمات النفسية ونعرف أنها تعمل متأخر من الأسبوع على القول إن أوكرانيا قد خسرت الكثير من الدبابات ولكن روسيا من طرف آخر أيضاً خسرت الكثير من المدرعات. المركبات المدرعه والدبابات، بالتالي بامكاننا ايضا نتكلم عن تدمير كل الدبابات الروسيه في هذا الهجوم المضاد، ولكن نعرف ان روسيا ترفض الافصاح عن مثل هذه المعلومات. في الوقت عينه يعني نتكلم عن العدد من القرى التي تم تحريرها من قبل القوات الاوكرانيه خلال اليومين الماضيين، يعني وانا بامكاني القول ان القوات الاوكرانيه لم تعطيكم كل المعلومات بشان هذه الهجمات، بالتالي انا اعتبر ان القوات الاوكرانيه اليوم تتكل على نفسها ولا في محور محطه زابوريتشا ونعرف ان القوات الاوكرانيه لم تبدا بالهجمات الاساسيه فنحن الان بعض العمليات الصغيره في بعض المناطق ونعرف ان هذه مساله معقده جدا ونعرف ان هذه المعارك بطبيعتها معقده جدا في الميدان وفي الوقت عينه قد اقول ان الخطوط الاوليه للدفاع الروسيه تم اختراقها روسيا بالطبع لم تتكلم عن هذا الموضوع ولكن نحن نعرف انه في الايام المقبله القوات الاوكرانيه ستتمكن من اختراق الخطوط الثانيه من الدفاع وبعد ذلك الخطوط الثالثه من الدفاع التي بناها الروس خلال الاشهر السته الماضيه. في الوقت عينه قد نشهد بعض التغيرات في محور بخموت علما ان القوات الاوكرانيه تعمل على احاطه هذه المدينه التي كانت احتلتها القوات الروسيه جزئيا. بالتالي ساقول انه على الرغم من البروباغندا الروسيه يجب ان لا ننظر الى هذه المعلومات فحسب وانتظار معرفه معلومات اضافيه من الميدان. أه سيد ساموس بالنسبه لكثير من تقارير الخبراء هذا الهجوم بدا من ذي قبل في زابوريجيا لكنه فشل وهذا ما تحدثت فيه روسيا وراينا من تدمير السد ايضا لكن البعض يقول انتم كعسكريون يعني كخبراء في الشان العسكري إذا ما فشل هذا الهجوم المضاد هل سيكون لدى هذه القيادة الأوكرانية الحالية الشهية في فتح المحادثات الدبلوماسية والسياسية يعني وقتها ستقتنع بذلك؟ <applause> أنتم تفهمون الموقف خطأ لا يمكن لأوكرانيا أن توقف هذه العمليات على الرغم من فشل بعضا منها ولكن نحن كاوكرانيين وانا كشخص لا املك اي خيار اخر غير محاربه الروس هذه ارضنا وعلينا استعاده اراضينا. المساله بسيطه جدا لان حين احتلت روسيا الاراضي الاوكرانيه عملت ايضا على قتل وزهق الارواح الاوكرانيه وحين عملت على محاوله احتلال العاصمه كييف نعرف ان القوات الاوكرانيه وان الاوكرانيون سيتوفون من حولنا لأن لأن روسيا أعلنت أنها تعمل على إزالة الطابع النازية من أوكرانيا بالتالي حين نتكلم عن الدعم الغربي لأوكرانيا فنحن نفهم أنها مختلفة جدا عن بروباغندا الروس الغرب لما ربما قد يتوقف عن دعمنا ولكن الأوكرانيين سيستمرون بالدفاع عن أراضيهم ونعرف أن عمليات المضادات ستكون ناجحة جدا على المحور أسمح لي على المقاطعة هنا أنا لا أتحدث عن الأراضي والحقوق لكن نتحدث عن المباحثات السياسية أو المباحثات السلمية بين الطرفين ما المرحلة التي نتطلب وصولها في هذه العملية المضادة لرؤية ذلك حسب يعني التطورات والعلوم العسكرية هنا ما من مفاوضات مع الروس الامر واضح اذ روسيا تقول انها تعمل على ازاله الطابع النازي من روسيا من اوكرانيا عفوا ولكن ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ان اوكرانيا غير موجوده وفيما نتكلم عن العمليات العسكريه نلاحظ ان القوات الاوكرانيه في حملات الصيفيه ستحاول قبر الامكان من استعاده الاراضي في جنوب البلاد ولربما ايضا ستتمكن من دخول شبه جزيره القرم ومنطقه الدنباس وذلك سيعتمد بالطبع على الانشطه الروسيه وكيف ستتمكن من الدفاع بنجاح عن الاراضي التي احتلتها ولكن على الرغم من ذلك نلاحظ ان روسيا بعد تدمير تدمير سد طيب. نوفا خفك انهم يعملون على تدمير سدود صغيره في منطقه زابوروجيا، لا تتكلم البروباغندا الروسيه عن ذلك، ولكن القوات الروسيه تحاول يوما بعد يوم ايقاف القوات الاوكرانيه عبر تدمير بعض السدود الصغيره على الانهر الصغيره بموازات زابوروجيا، ويبدو ان روسيا الان في ذعر وتحاول ايقاف القوات الاوكرانيه بمهما كانت الطريقه ولربما عبر تدمير السدود الأراد... الاوكرانيه على الأنهر من نهر الاوكرانيه من كيف الخبير العسكري والاستراتيجي سيد ميخائيل ساموس شكرا جزيلا لك